فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي حاب أوضح لقناتنا قناة منح من كل الألوان، بتعرض فرص ومنح بشكل مستمر. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة جدا. وكمان ما تنسوش تتصفحوا الويب سايت، هتلاقوا عليه هنا آراء زوارنا اللي قدموا خلالنا بالفعل شركائنا حول العالم، وهتلاقوا كمان أعضاء فريقنا وكل التفاصيل عن قناتنا وعن الويب سايت الخاص بينا. تمام، كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. بالنسبة لفرصة النهاردة هي عبارة عن فرصة تدريب وتطوع ممولة بالكامل في إيطاليا. تمام، الفرصة بتاعت النهاردة فرصة في أحد الدول الأوروبية القوية في إيطاليا. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. زي ما احنا قلنا هتكون في دولة إيطاليا. بالنسبة للجهة المانحة اسمها جيا تيرا. تمام، دي مؤسسة من المؤسسات التدريبية اللي بتساعد الشباب والطلاب والأشخاص من حول العالم ان هم يزودوا من معرفهم وياخدوا تدريب في مجالات مختلفة. طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، عندنا بعض الدول المتاحة، مش كل الدول المتاحة. عندك مصر متاحة للتقديم، المغرب متاح للتقديم، الجزائر متاحة للتقديم، وليبيا ولبنان والأردن وفلسطين وتونس وسوريا وتركيا. تمام، دي الدول المتاحة للتقديم. تمام كده. طيب بالنسبة للتمويل الخاص في الفرصة دي، الفرصة دي تعتبر ممولة بالكامل. تمام، ليه؟ لأنك هتاخد السكن أثناء التدريب مجانا. تمام، مش هتدفع أي تكاليف خالص للسكن، هيكون على حساب الفرصة. كمان هيتم توفير خطاب قبول للمساعدة في الحصول على التأشيرة، هيكون في زي انفيتيشن لتر كده وخطاب دعوة عشان يساعدك انك تعمل التأشيرة بكل سهولة. كمان هيكون عندك وجبات الطعام. تمام، وكمان عندك النقل المحلي داخل ايطاليا، مثلا التنقل بين المدن او التنقل في نفس المدينة اللي هيكون فيها التدريب. كل ده هيكون معاك زي بطاقة كده، بطاقة مواصلات هيتم اعطاها ليك، هيتم التنقل بدون دفع اي تكاليف. كمان ما تنساش ان الاقامة في ايطاليا بتسمح ليك بالتنقل داخل دول الشنغن زي المانيا والنمسا وغيره من الدول بدون تأشيرة. تمام، طيب بالنسبة لمجالات التدريب، عندنا مجالات التدريب مجالات كتيرة وعديدة هيتكلموا فيها، على البناء الحيوي، الحياة الصحية والمعالجة الطبيعية للأغذية، إعادة التدوير والاستخدام الإبداعي للنفايات، إنتاج منتجات قابلة للتحلل، تنظيم أحداث لزيارة الوعي في مجال الاستدامة البيئية، دعم الأحداث الفنية. هيبقى فيه مجالات كتير جدا اجتماعية وعلمية هيتم مناقشتها في هذا التدريب. والفرصة دي ملهاش علاقة بالمجال اللي انت بتدرسه، وانت لو مهتم بأحد المجالات اللي موجودة في الفرصة دي ممكن تروح وتكتسب خبرة ومعرفة زيادة فيها. تمام، طيب كمان ما تنسوش ان هنا ده رابط جروبنا على الواتساب وجروبنا على التليجرام، انضموا ليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه. هنا عندنا ملاحظه ان المنحه دي لا تحتاج شهاده لغه للتقديم فيها، مش محتاج منك ايلتس او توفل او احد شهادات اللغه. تمام، كمان متاحه للجميع من طلاب وخريجين من اي مؤهل. وكمان الفرصة دي يا جماعة، هي الفرصة دي ليها حد أقصى العمر، آسف أنا كتبت هنا بدون حد أقصى العمر، لكن الفرصة دي في حد أقصى العمر فيها 30 سنة. تمام، دي بس كتبت بالخطأ، يبقى الحد الأقصى للعمر للتقديم في المنحة دي هو 30 سنة، ما يعديش السن ده. تمام، من 18 حتى 30 سنة الماكسيموم. بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، عندك أبليكيشن المنحة يتعمل بشكل احترافي. تمام، كمان مطلوب منك السيرة الذاتية، ان تكون احترافية على الطريقة الاوروبية، تعمل سيرة ذاتية كويسة على الطريقة الاوروبية، وكمان خطاب نية، وترفقهم ايضا في الابليكيشن. ده كل الاشياء المطلوبة، مش مطلوب منك بقى وضع شهادة المؤهل الدراسي وكده، لا هي ملهاش علاقة بالمؤهل الدراسي خالص لانها فرصة تدريبية. مدة التدريب في المنحة دي هو 6 اشهر، هتاخد 6 شهور تدريب في الفرصة دي. اخر ميعاد للتقديم للفرصه دي هو 30 يونيو 2021، يعني لسه باقي تقريبا حوالي نص شهر وينتهي التقديم للفرصه دي. عندنا ايضا بعض الملاحظات هنا، ما تنسوش ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، وخدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح،
وكمان خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي تستخدمها في التقديم بنفسك في أي منحة أنت عايزها، وكمان خدمة التقديم على الكورسات عشان تزود من مؤهلاتك وحظوظك في المنح والفرص. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، أو موجود هنا كمان رابط خدماتنا، بتملأ استمارة الخدمة المناسبة ليك وإحنا بنتواصل معاك وبنرتب ليك كل شيء. تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الإعلان الرسمي للمنحة والتقديم. هتيجي تضغط على كلمة الإعلان الرسمي للمنحة والتقديم هنا، تمام، هيفتح معاك كل تفاصيل المنحة اللي أنا قلتها باللغة الإنجليزية. تمام كده؟ هيفتح معانا طبعا الموقع او الادفيرتسمنت الاعلان بتاع المنحه موجود على موقع اسمه الاوروبيان يس بورتال، وده موقع معروف جدا بيعرض فرص ومنح كتيره جدا. تمام، فدي الفرصه اللي احنا بنتكلم عنها. هتلاقي موجود هنا ان المنحه دي 25 اسبوع يعني تقريبا 6 شهور. تمام، هتلاقي الدول المتاحه هنا، مذكور قائمه الدول المتاحه منهم مصر والاردن والليبيا ولبنان وغيره من الدول. تمام، طيب هنا بيشرح لك بقى عن المؤسسة، المؤسسة دي اتوجدت امتى وهدفها ايه. هنا بيشرح لك عن الحاجات اللي بتوفرها المنحة، بيشرح لك هنا عن الحاجات اللي اشملها التدريب والبروفايل بتاع الاشخاص المطلوبين. والنسبة للديدلاين، الديدلاين هيكون 30/6/2021، يعني باقي نص شهر. طيب عشان انت تقدم في المنحة دي بتعمل ايه؟ كل اللي عليك انك بتضغط على كلمة ابلي دي وبتبدأ انك تملى الابليكيشن. طبعا الموقع ده بتاع الاوروبيان سبورتال انا شرحت عليه منح كتيرة جدا جدا جدا، يعني شرحت عليه كذا فرصة، فأنا مش هعيد نفس الموضوع تاني ولا هشرح كيفية التقديم لأنها بتنطبق نفسها على كل الفرص، إنك بتملأ البروفايل بعدين بتعمل خطاب نية وبتبعته للمنحة. فأنا هحط لكم رابط فيديو آخر كنت شرحت فيه عن الموقع ده وإزاي تقدم على أي فرصة عليه. تمام كده؟ فالموضوع بسيط، هتمشوا ورا الفيديو الاخر وكيفيه التقديم خطوه بخطوه. فكده يبقى احنا شرحنا كل التفاصيل الخاصه بالمنحه، منحه ممتازه جدا، ما تنسوش خدماتنا الاضافيه، وكمان ما تنسوش اخر ميعاد للتقديم هو 30 يونيو 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.